ايبي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. وقبل نبدا فيديو النهارده، عملت اغنيه جديده هتلاقوها تحت في اول الوصف. حابب يكون عليها تفاعل كويس يا ابطال، واهم حاجه رايكم طبعا. وبجد بجد الاغنيه دي يعني يعتبر احنا بدانا نعمل اهو اغاني قويه، فعايز بقى كل الابطال يروحوا ويسمعوها، وان شاء الله ابطال تعجبكم. ويلا بينا عشان مش مستحمل بصراحه فيديو النهارده جامد جدا. زي ما انتم شايفين انا قاعد بعمل ايه في فيديو النهارده. فيديو النهارده واضح ان انا كده في ماب ام دي ار بي. وفاكرين انتوا لما دخلنا اخر فيديو او الفيديو اللي قبل الاخير حاجه زي كده، وكنت عملت تحقيق عن ام دي ار بي، واكتشفنا موضوع البوابه اللي هناك دي ابطال، وكان مكتوب عليها لو تفتكروا او ترجعوا للفيديو لو انتوا مش فاكرين، مكتوب عليها ان البوابه هتتفتح تقريبا يوم 27 ابريل. بص كده في التاريخ يا بطل منك ليه؟ ايوه، النهارده يوم 27 ابريل بالظبط كده، والمفروض انها تكون عملت تحديث او ابديت، والمفروض كمان ان هي فاتحه من 15 دقيقه ابطال، فاتحه عندي من 15 دقيقه، يعني تقريبا يمكن تكون فعلا عملت ابديت. وفي ناس على فكره، يعني مش انا بس اللي افتكرت، لا ده في ناس كمان ابطال قالت لي يا بلال شوف النهارده يوم 27 ابريل، ادخل على الماب وشوف ايه اللي حصل والبوابه فيها ايه. فالناس كلها كانت متحمسه، فاحنا النهارده هندخل ونشوف. طبعا ايه ده، الناس بتقول ايه ده، هلا انت بص الواد يا ابني، انا الله يا ابني انا صايم، يا ابني انا بصور فيديو انا صايم، اللهم اني صايم مش هفطر عليك. ادي ده بطل من ابطال، وادي ده واحد لابس ديز دول اسكت يلا انت هو يلا بص عبي اسكت يا اسكت بس يا بابا بس يا بابا. فيلا بينا ابطال، مش عايزين نضيع وقت، ويلا بينا نشوف هل فعلا في تحديث حصل ولا لا. يلا بينا، انا بصراحه متحمس، بس واضح ان في عرب كتير دخلوا ودخلوا معايا تقريبا كده، هم عشان لقوني اللي انا داخل فدخلوا معايا. فيلا بينا ابطال نطلع السلالم ونشوف ايه اللي حصل. انا الصراحه يعني متوقع ان انا ممكن الاقي، لان فعلا كان مكتوب عليها يعني 27 ابريل، حتى انا قلت يا شهر كامل هنستنى شهر كامل، واضح كده يعني سبحان الله الشهر كامل جري واحنا دلوقتي في يوم 27 بجد. يلا بينا كده نشوف، حاسس ان مفيش اي تغيير، المفروض دي مثلا تتفتح يحصل اي حاجه. يا عبد الرحمن هنعمل ايه في الليله دي؟ تعالوا كده، ايه ده؟ مفيش اي حق، ايه ده؟ مش تحسوا بطول اللي هي مايله شويه؟ يعني ممكن تقع مثلا وتودينا في غريبه برضك، مفيش اي حاجه جديده. يعني ايه ده؟ مفيش يعتبر اي حاجه جديده. المفروض يا بطل يكون في يعني في تحديث على اساس ما هي كانت كاتبه يوم 27. طب ما هي مدام يا بطل من امريكا، فاكيد في فرق وقت ما بيني وما بين يعني مثلا ما بين مصر وما بين امريكا، فاكيد يعني ممكن تعمل تحديث شويه كده مثلا. بس واضح كده ان فعلا مفيش اي تحديث، بس واضح كده فعلا يا بطل مفيش اي تحديث. فانا من رايي اللي احنا نطلع، ولو هي عمل التحديث عايزكم ابطال تتابعوا الماب. لو هي فعلا عمل التحديث قولوا لي، وممكن نعمل فيديو بكره عن الموضوع ده. فتعالوا نطلع ونعمل بقى تحقيقات على الحساب بتاعها ونشوف ايه اللي حصل في حسابها. انا المفروض كنت داخل عشان اشوف التحديث ده، بس واضح كده ان مفيش اي حاجه حصلت. فيلا بينا نطلع. المفروض دلوقتي يا ابطال انا في ماب بوبي اهو زي ما انتم شايفين اللي عاملاها ام دي ار بي. دلوقتي المفروض في 12 واحد بيلعب تمام. ايوه ما اتحدثتش بقى لها 3 اسابيع، تعالوا كده نعمل ريفرش بردك. فعلا ما اتحدثتش بقى لها 3 اسابيع، وباين كده انها يعني ممكن تحدثها بكره. انا ما اعرفش هتحدثها امتى، تحمل 18 دقيقه. وتعالوا نشوف نفس بردك الناس اللي عامله لهم فولو والسكن لسه مغيراه، يعني شوفوا قاعده كل فتره تغير السكن، بتغيره بطريقه يعني غريبه. ما خلاص يا ست في ايه؟ مش عارف بصراحه ام دي ار بي زعلانه مني ولا حصل يعني، او انا عملت لك ايه، بس هي ما بقتش ترد عليا خالص على الديسكورد، وحتى كنت هعمل معاها تحدي من المجرم، بس يعني هي مش عايزه ترد عليا نهائي. واكيد هي شافت كل الفيديوهات اللي انا بعملها وعارفه، وتلاقيها شافت فيديو يعني زعلت يعني زعلت مني بسببه اكيد، بس هي مش عايزه تقول لي كده خالص. يا ام دي ار بي لو انت بتشوف الفيديو ده
فسامحيني يعني يا جماعه، قولوا لها سامحيني يا جدعان، عايز اعمل معاها تحدي بان مجرم، عايز اجلدها. فعامه يا ابطال يعني انا شايف اللي يعتبر مفيش اي جديد في الماب، يعني مفيش اي جديد في الماب ولا حتى اي جديد في الحساب بتاعها. فلما احنا بنلاقي كده بنعمل ايه؟ على طول بنروح جري على التيك توك ونشوف ايه اللي حصل في حسابها اللي على التيك توك. زي ما انتم شايفين يا ابطال، ده المفروض الحساب بتاعها اللي على التيك توك جايبه 1,200,000، يعتبر كده عدت المليون. يا الله، الناس يا كلها بتعدي جدعان. ملايين، طب ما تجيبوا مليون، وعندها اكتر من 12 مليون اعجاب. بس مش عارف ليه في مشكله، انا قاعد كل شويه بعمل تنشيط، مش عارف في مشكله في حسابها. بس زي ما انتم شايفين الصوره اللي هي حطاها بتقول ان هي يعتبر اتجوزت، مش عارف ليه. يعني لو كده ليه ما هزعل منك؟ والله زعلان منك قوي. طب ليه ما كنت عايز اجي الفرح ده؟ اكيد الفرح كان في لعبه روبلوكس مش كده؟ كان في ماب ايه؟ معلش ممكن تقولي لي؟ بس بتقول زي ما انتم شايفين يعتبر ده الحساب بتاعها فعلا الرسمي، اولا عشان هي جايبه اكتر فولو، وثانيا عشان زي ما انتم شايفين الشكل، يعني الشكل ده احنا يعني خدنا السكين بتاعها، وفعلا كانت يعني بتقعد تغير السكين يعني ايه عشان بتصور بيه فيديوهات تيك توك. بس الصراحه فيديوهاتها ابطال اسطوريه جدا، يعني سيبوكوا بقى موضوع الهاك وكده، بس فيديوهاتها على التيك توك يعني صراحه قويه قوي، حتى الموشن جرافيك بتاعها والشكل بصراحه بيبقى قوي جدا، وفعلا مشاهداتها حتى 4 مليون 2 مليون هنا و4 و3 بص ما شاء الله المليونات بتلعب. فتعالوا نشوف اخر فيديو عندها في ايه. لو انتم شايفين الفيديو عادي مشغله موسيقى وفرحانه ولا اكن في اي حاجه، بس تقريبا التيشيرت عليه دم، ولا انا يتهيألي مش عارف بصراحة. تعالوا نشوف الفيديو ده. ايه ده؟ بوبي I am the real بوبي. انا مش عارف معنى بوبي، يعني تقريبا معناها الدمية او حاجة زي كده. ايه ده؟ بعدها قالت لها ايه؟ اوبا، بتقول لها انت اللي فيك. اوه شوف يا ابطال عملت لها ايه. ديم مش عارف يا ابطال ايه الحاجات دي. الحاجات دي مؤخرا اتشهرت، يعني ايه ده؟ ممكن يوم كامل تتكلمي عربي؟ ايه ده؟ مين الكومنت العسل ده؟ كومنت عربي في وسط كومنتات اجنبيه، يعني حاجه تضحك. هي يعتبر اصلا بوبي بتتكلم انجليزي، واحنا كنا كشفنا يعني كام معلومه عنها وقلت لكم اللي هي منين وكل حاجه. بس الصراحه الموضوع ده زاد، اللي هو موضوع اللي هي يعني موضوع الشكل ده، حتى في يعني هكرات كتير قوي بتستخدم الموضوع ده، وناس بتعمل تيك توك بتستخدم الموضوع ده، ان هو الفيديو يبقى عباره عن ان هو حد بيقول لها انت مش الحقيقيه، بعديها تتحول لشخص غريب كده وحاجه غريبه. بس مش عارف ازاي بيتحولوا للحاجات دي، يعني شفتوا ازاي بتتحرك؟ هل ده جرافيك ولا هل ده فعلا في ماب في لعبه روبلوكس؟ واشمعنى بيدخلوا على الماب اللي هي اسمها انجاين، اللي هي الماب اسمها انجاين؟ طبعا الفيديو ده منزلها من 22 ساعه، الفيديو جايب 63,000 لايك وجايب 200,000 مشاهده، ويعتبر هي حاطه جروب. تعالوا كده ندخل عليه في الوصف، تعالوا كده الجروب بتاعها، تعالوا برضك ندخل عليه. تمام، احنا يعتبر كده ابطال دخلنا وعملنا جوين ذا جروب على الجروب كده. وكمان يا ابطال حتى حاطه الديسكورد اللي هو بوبي فايل، المفروض الديسكورد ده المفروض ده بتاعها، واللي محدش رد عليا فيه ولا عبرني. بس انا لسه بتاكد هل فعلا ده الديسكورد بتاعها ولا لا، بس تقريبا هو، لان هي يعني زي ما انتم شايفين حطاه في لعبه روبلوكس، حتى هنا في الجروب، وكمان في اكيد في حسابها الرسمي برضك حطاها. فبصراحه ابطال يعتبر كده لحد هنا فيديو النهارده خلص. لو عندكم اي تحقيقات جديده يعني انا ممكن اكون نسيت اقولها، فاكتبوها لي تحت في الكومنتات، لان بشوف كل الكومنتات. فبس كده يا ابطال، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام.